إضافة لما قدمه من خدمات جليلة لجمعية رادياز، قررت اللجنة المسيرة لجمعية رادياز برئاسة العبد الضعيف قادة الشافي وبحضور نائب الرئيس فوسي مولاي طيب وبحضور نائب رئيس ثاني توفيق شيكالي والعضو الشرفي الكبير ثاني حرم النصر وكاباج يوسف ويحيى كاع الوجوه النيره، باش نعينوا فرج الله محمود كمدير لمركب الجواري رقيق عبد القادر رادياز. بداية من اليوم، وهذه عرفانا لما قدمه من خدمات جليلة للرياضة الجوارية في وهران. وكذلك واليوم الحمد لله كي الجماعة اللي معاه الإخوة زياني فريد زعمشا عليه هدف، وجماعة كاع رضاو عليه قال لك ويستاهل باش يكون هو يستاهل. وأول تكريم يحظى به سي فرج الله محمود من عند فوسي مولاي طيب. أي أي الدمعة تشيرة، الدمعة سيدو سيدو الدمعة تشيرة. أي هنا هو. إضافة إلى القرار كاين هنا مفاجأة دارها لك يحيى، دارها لك يوسف، دارها لك حمادي، داروها لك كاع جماعة. هذه تاع البركة عيطوا لها تاع الجمعة، والله يرحم الوالدة في هذيك الليلة. وراه توفيق، لا توفيق يحيى، أرواح يحيى يوسف نصرو الرومي. أي أرواح، هذه هدية حرمل كاع عطاوها لك كثر خير. هيا شوفوا شوفوا في لافوطو، شوفوا شوفوا في لافوطو، شوفوا هنا شوفوا هنا.